حبيب الله يا غالي فرحة الدنيا بميلادك نورت بيك الليالي لما بالخير جه معادك كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر بيها رحمة للعالمين محمد كل أرض الله بلادك يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع السيرة العطرة للمصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم، وها قد وصلنا في سيرته العطرة إلى السنة السادسة من الهجرة. فبعد محاربة رسول الله للأحزاب في السنة الخامسة، وهي المعركة التي بدأ يشعر المشركون فيها بأن هناك شيئا غيبيا يحدث، خصوصا بعد رؤيتهم للريح وهي تعصف بهم وبأمتعتهم في الحر، فكان النصر للمسلمين. بدأ الرعب يدب في قلوبهم، ومع ذلك كانوا يجتمعون ويحرضون ويتحالفون على النبي. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أرسل العديد من البعثات التي تدعوهم إلى دين الله. فأرسل محمد بن مسلمة إلى بني بكر بن وائل. ما هذا؟ لقد فر المشركون بعدما علموا بقدومنا. ما هذا إلا رعب قذفه الله في قلوب المشركين، وقد جئنا إليهم داعين لا غازين. فلنعد إلى حيث أتينا ونخبر رسول الله بما قد رأينا. هذا هو الحال الآن يا أبا لبابة، فأخبرنا ماذا يجب أن نفعل؟ الرأي الصواب
أن تنزلوا على حكم رسول الله وتدينوا له وتوافقوا على ما يحكم به عليكم. لقد أخطأتم وغدرتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الرأي الصواب. هل سمعت ما حدث ليهود بني قريظة يا صفوان؟ نعم نعم سمعت. لقد نزلوا على حكم محمد، وأحكم محمد سيطرته على يثرب والمناطق المحيطة بها وبسط نفوذه. لقد بدأت أشعر بالقلق يا عكرمة. تقلق؟ من ماذا يا صفوان؟ أعلم ماذا يقلق صفوان بن أمية. مكة، أليس كذلك يا صفوان؟ هو ذلك يا أبا سفيان. فمحمد بعد أن بسط نفوذه واستقر به المقام في يثرب، وبعد أن نجح في البقاء حيا رغم كل غزواتنا، سيفكر بالتأكيد أن يأتي إلينا. ماذا تقول يا صفوان؟ هل يجرؤ محمد على مهاجمتنا في مكة؟ حتما ستكون نهايته فيها. وكان مسيلمة الكذاب يدعي النبوة في نجد، ويجلس في المشركين يحدثهم عن معجزاته المزعومة. ثم بصقت في البئر ففارت وكثر ماؤها وغزر بعد أن كانت جافة. يا لها من معجزة! والله إنك لنبي، محمد نفسه لا يقدر على فعل هذا. يا ثمامة، سمعت أنك ذاهب إلى مكة. نعم، عقدت العزم وسوف أذهب، ولم يؤخرني إلا حديثك الممتع. ما رأيك إن مررت على محمد في طريقك وقتلته؟ سوف أكون معك دون أن تشعر، وسأمكنك منه، فأنا النبي. إن وجدت الفرصة فلن أتأخر لحظة ولن أتردد. إن قتل محمد هو كل مرادي، فكم أكرهه وأكره ما يدعو إليه. إذن فلتذهب، صاحبتك بركات نبوية. أين وجهتك يا رجل؟ ذاهب إلى مكة، وإن وجدت محمدا في طريقي قتلت وتخلصنا منه. ماذا؟ ماذا تقول يا رجل؟ يقتل رسول الله؟ أتريد أن تقتل رسول الله يا رجل؟ رسول الله؟ هل أنتم من المسلمين؟ نعم، وقد حانت ساعتك. اهدأ يا رجل، ولنأخذه إلى رسول الله يحكم بما يراه. يا رسول الله، وصلنا إلى بني بكر بن وائل، فجاءهم خبر قدومنا ففروا ولم نجد منهم أحدا، وفي طريق العودة وجدنا هذا يريد نيل منك، فكاد رجالي يقتلونه فمنعتهم وأتيتك به. فوجد رسول الله فيه خيرا، فأمر بأن يظل في المسجد ليرى المسلمين وصلاتهم، ويطلع على خلق المسلمين وأدبهم في التعامل مع بعضهم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستمع إلى ما يتلى من القرآن الكريم، فيكون ذلك سبباً لهدايته. ظل الرجل داخل المسجد، فيمر عليه رسول الله ويقول له برفق: كيف أنت يا ثمامة؟ ماذا عندك يا ثمامة؟ يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، ولن يسكت قومي على ذلك، وسيطالبون بدمي
وبالثأر، وإن تنعم فإنك تنعم على شاكر، وإن أردت مالا فستعطى ما تريد. وظل الرجل في المسجد 3 أيام، وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويسأله نفس السؤال، وما من ثمامة إلا إجابته التي أجاب بها رسول الله أول مرة. فيأمر رسول الله بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك يا محمد رسول الله. أهلا بك في الإسلام يا أخ الإسلام، وقد أذن لك رسول الله بالعمرة، هنيئا لك يا أخي. مرحبا بسيد بني حنيفة. مرحبا بك. هل لي أن أقدم لك خدمة؟ أحمل عنك شيئا. شكرا لك، لقد جئت أعتمر وأمضي في حال سبيل. هل أفسحت لي الطريق؟ إن الرجل ليس على عادته، فقد تعودت أن أحمل عنه متاعه فيعطيني من ماله الكثير. وأنا أيضا كان يغدق علي بالمال، فإنه سيد بني حنيفة. ربما هناك أمر ما يشغله، هيا نبلغ سادة قريش فيرحبوا به، فهو الذي يورد لنا المحصول الذي نأكل منه طوال العام. هيا بنا. يا رسول إنا نطلب الثأر للشهداء من بني العيان، فقد قتلوا من قتلوا من الصحابة بدون حساب ولا عقاب، وإنا لنخشى أن تضيع هيبة الإسلام فتتكرر فعلتهم، وفي هذا ردع لكل من تسول له نفسه أن يقدم على مثل هذا الفعل مع المسلمين، وإنهم والله لن يردعوا إلا إذا أظهرنا لهم بأسا شديدا وصلابة تظهر في وجه كل معتد أثيم، تقذف الرعب في قلوبهم المليئة بالحقد على الإسلام والمسلمين، وترد كيدهم في نحورهم. وافق رسول الله على الخروج إلى بني لحيان لوضع حد لما يقدمون عليه من قتل للمسلمين، ويأمر بتجهيز 200 من المقاتلين، وسوف يكون رسول الله على رأسها بنفسه إكراما للشهداء. وكان من عادته إذا خرج من المدينة أن يترك من يقوم بإدارة شؤون المسلمين حتى عودته، وقد ولى على المدينة هذه المرة ابن أم مكتوم. بسم الله. We'll be right back.
جميلة من موج الحياة للي يضل وقلبه ده سنة وكتاب معينة يحمينا من موج الحياة سنة وكتاب معينة وصلت رسالتك يا نبي يا رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا سيرتك رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا